تشهد منطقة عسير هذه الأيام أجواء باردة تصل إلى 10 درجات مئوية، حيث يكتسي الضباب جبال المنطقة التي تعرف بجمال طبيعتها وشلالاتها الطبيعية خصوصا مع هطول الأمطار. ويسعى أهالي المنطقة إلى الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء، وخصوصا من خلال عقبة الضلع التي تعد إحدى المناطق الدافئة والأقل برودة في عسير خلال هذه الأجواء. عن ذلك ينضم إلينا من مدينة أبها مراسل الإخبارية زميل عبد الرحمن السمير. عبد الرحمن، بداية أهلا بك معي في هذه النشرة. يعني أبها تتميز بأجوائها الباردة، وأيضا أطلق عليها العديد من المسميات، إن كان مسمى عروس الطبيعة أو سيدة الضباب وما إلى ذلك. حدثنا عن الأجواء بشكل عام في مدينة أبها عبد الرحمن. نعم، مساء الخير سالم، مساء الخير أيضا، أو بالأصح صباح الخير سالم، صباح الخير أيضا لمشاهدين الكرام، تحية طيبة لكم جميعا. بالتأكيد منطقة عسير خلال الفترة الماضية اشتهرت بالكثير من الأجواء المختلفة الباردة والممتعة وسط مدينة أبها أو وسط منطقة عسير، وبالتحديد مدينة أبها. منطقة عسير خلال الأيام الماضية شهدت أجواء باردة إلى حد ما، نتحدث إلى الأجواء التي وصلت إلى 10 درجات مئوية. لذا نتحدث عن هذه الأجواء الباردة الممتعة للبعض وغير المرغوبة أيضا من البعض الآخر، ولكن دائما ما نتحدث كما ذكرت سالم عن عقبة الضلع وأيضا المناطق الدافئة في الأسفل والتي تبعد عن منطقة عسير ومدينة أبها بالتحديد ما يقارب نصف ساعة. لذا نتحدث عن هذه النقطة المميزة تجاه مدينة أبها بالتحديد، وهي من أراد الأجواء الباردة يتواجد في أعلى السراء وبالتحديد في مدينة أبها، ومن أراد أن يحصل على الأجواء الدافئة يتجه إلى المناطق الدافئة والتي تبعد نصف ساعة. لو زميلي غازي أن يظهر لنا هذه الزوايا، ونحن نتواجد الآن يعني سالم في وسط أحد أهم المنتزهات في منطقة عسير، نتحدث عن ممشى الضباب المميز وسط مدينة أبها واللي يعتبر وجهة سياحية مختلفة ومميزة. مساحات كبيرة داخل هذا الممشى سالم، يعني نتحدث عن مساحات كبيرة لرياضة الجري، بالإضافة أيضا إلى المسطحات الخضراء التي ترونها أمامكم، وأيضا الألعاب الخاصة بالأطفال، بالإضافة أيضا إلى الأدوات المخصصة لممارسة الرياضة. أهالي عسير ومدينة أبها بالتحديد يتواجدون غالبا في مثل هذه المناطق، خاصة في الأوقات الدافئة إلى حد ما، ليستمتعوا أولا بالإطلالة الجميلة التي تراها أمامك سالم، يعني نتحدث عن هذه الجبال الموجودة أمامكم واللي تعتبر هي الطريق الواصل أو الرابط بين منطقة عسير وبالتحديد مدينة أبها وأيضا المناطق الدافئة، نتحدث عن الحريضة وأيضا مربة وغيرها. لذا نتحدث عن هذه الأجواء الممتعة والضباب المميز وسط مدينة أبها والأجواء التي تعتبر باردة للبعض ولكن ممتعة للبعض الآخر. عبد الرحمن، هذه الإطلالة ومن خلال هذه الإطلالة ممشى الضباب هو بالفعل يطل على عقبة الضلع التي تربط تهامة بمدينة أبها، صحيح؟ نعم بالتأكيد سالم، يعني كما ذكرت لك أنه هذه العقبة هي عقبة الضلع الواصلة بين مدينة أبها والقرى التهامية والمناطق والمحافظات التهامية، نتحدث عن مربة وأيضا الحريضة الشهيرة أيضا بمناطقها المميزة، وأيضا المواقع والبحر المميز هو كورنيش الحريضة، وأيضا الكثير من المناطق المميزة المختلفة بالأسفل. طيب، الكثير من أهالي منطقة عسير هو يتجه عبر هذه العقبة خلال الأيام الماضية وأيضا في هذه الأيام تجاه المناطق الدافئة بالأسفل. ممشى الضباب تحديدا هذا الذي أنت تتواجد فيه الآن عبد الرحمن، يعني أطلق عليه المسمى كما نلاحظ الآن بشكل مباشر، يعني دخول الضباب على الممشى يعني أعطى أيضا يعني ما شاء الله أجواء جميلة جدا، وأعطى منظر جمالي لمرتادي هذا الممشى. بالتأكيد سالم، يعني نتحدث على أنه دائما ما يذكر أهالي عسير أن ممشى الضباب هو بالتأكيد اسم على مسمى. الضباب يعانق هذه المنطقة بالتأكيد وفي في في معظم الأحيان، نتحدث عن هذا الوقت هو يعتبر، لأن الضباب الآن يعتبر كثيف للبعض، ولكن في بعض الأحيان يصل الضباب إلى هذه المنطقة ليكسوها كسوا تاما ويعدم الرؤية داخل هذه المنطقة. لذا هو يعتبر ممشى للضباب بالفعاليات الموجودة أيضا داخل هذه المنطقة، سواء على مستوى مسطحات خضراء، أماكن خاصة للجري، وأيضا جلسات تطل على هذه العقبة في الأسفل. لذا نتحدث عن القوة المميزة لهذا الممشى المميز سالم. نعم، زميل عبد الرحمن السمير مراسلنا من أبها، شكرا جزيلا لك.